سولتني عن المشروع ديال جوطية نبال. هذا المشروع اللي الناس كان الامل ديالها 227 ناس منخرطين بجمعيه التنميه البشريه اللي كيتراسها المستشار السابق ورئيس الجمعيه هو عبد الله غزال. المشروع كان بشراكه مع المجلس مع الجماعه الحضريه. المشروع كان عارف مشاكل الناس، كان عارف واحد الوقيته كانت تحرق السوق وكانت مشاكل، الارض تفوتات لهاد الناس لهاد الجمعيه. المهم هذا المشروع دابا وصل لمرحله الفشل، والان السي عزيز تيقول لك ودي بلي انا حدنا واحد الماده في الشراكه بانه عندنا حق نردوا الارض. يرد الارض، ولكن انتم ما دمتوا، كنقول لك السي عزيز ما دمتي رئيس ديال الجماعه وعندكم في المحضر ديال الشراكه انكم ماده من المواد انكم عندكم حق باش تردوا الارض، ولكن ما كتحملتوش مسؤوليتكم باش تحلوا المشكل. المشروع الان وصل القضاء، حنا ثقتنا في القضاء والقضاء المستقل، وكما بغات تكون القرارات ديال المحكمه المحترمه والمقره حنا غنتقبلوها. ولكن الاهم من هذا الشيء، حنا هاد الناس راه ما بغينا لهم لا سجن لا شي حاجه، حنا خصنا حل وتسويه ديال هاد الملف ديال المنخرطين ديال هاد الناس اللي حطوا 8 ديال المليون ديال الدرهم و88 مليون سنتيم، يعني شي 890 مليون لقينا داخله منا يلاه شي 400 وشي حاجه على حسب الخبره اللي عطاتنا السيد الرئيس ديال المحكمه اللي وافقنا باش يخرج خبير شي يدير معاينه ويحصي داك الشيء اللي تصرف تمايا، وحنا حاطين 900 قل 12، وهاد الناس جاو هزوا علينا مليار. وكاين مراحل اخرى كثيره ديال الفساد، كاين بزاف، وهاد الناس ما بغوش يتحملوا مسؤوليتهم، وكانوا الحلول عندهم هي المراوغه والهروب للوراء. الان المجلس كيتهرب وقال لك سيروا دبروا راسكم منكم للسيد الرئيس، وانا كنحمل مسؤوليه السي عزيز لانه هو رئيس لجنه المتابعه، حتى هو ما بغى يدير حتى شي حل. كاين الحل اللي كاين هو التهديد، السي تهددنا. حنا واحد الفئه ديال الناس اللي هما مستضعفون، اغلبيه الناس اللي تيمارسوا في السوق الناس اللي تعيشوا البساطه، الناس اللي كان الامل ديالها كبير وكانت تظن بان الوضعيه ديالها غتحسن يعني والحاله الاجتماعيه ديالهم غادي تغير يعني مشاكل ديال الحياه، ولكن للاسف الشديد هادشي ما وقعش. الامل تبخرات، هاد الناس كانت عندهم برنامج انهم قال لك ودي غيحاربوا الفقر غيعاونوا المسكين غيحاربوا الهشاشه غادي تكون التنميه، هادشي ما كاين منه حتى شي حاجه، ما دافعنا حتى شي واحد، ما دافعنا حتى شي حد. حنا كناقشوا كناضوا كنشتغلوا في هذاك الشيء، ملي لقينا كاين الفساد كاين الحقره فما يمكنش لنا نصبروا، والحمد لله ثقتنا في الدوله المغربيه وفي القانون وفي المؤسسات اللي هي الحمد لله كاينه، حنا دوله مؤسسات كاينه قويه ثقتنا فيها. فبالمناسبه من هذا المنبر تنطلبوا الله سبحانه وتعالى هذه الرساله توصل لسيدنا، تنطالب يا صاحب الجلاله الله يجازيك والله يخليك لينا، رانا ما تدخلتيش انت، راه هاد الناس ما غيديروا معنا حتى شي حل، وهذه الفئه المستضعفه اللي هي 227 وكاين الناس اخرين راه يعني راه غادي يمشيو للشارع. يعني وصلنا دابا هاد الناس مع هاد الجماعه ديال القنيطره اللي كترأسها الرئيس عزيز، راه وصلنا لمرحله ديال الانتقام. هاد الناس كينتقموا منا، رهنوا لنا هاد الارض وداو لنا فلوسنا وخدموا بنا السياسه، فهمتيني؟ خلي الوعود، خلي كنتحملوا المسؤوليه سيدي، حنا كنتحملوا المسؤوليه، كنتحملوا لان كنبقاو حنا واحد الفئه من الشعب اللي باقي تنتيقوا. هذه هي الحقيقه ديال الموضوع عندنا في قنيطره. وبالمناسبه هاد الاشتراك الان الناس ديال المجتمع المدني راهم كيشتغلوا في امور اخرى اللي غتوصل للسيد ريس جطو رئيس مجله الحسابات. الجمعيات ديال المجتمع المدني راه كدير شكايه برفع الضرر وكطالب من السيد المحترم السيد ريس باش ان شاء الله يجيو القضاة الماليين، حتى شي مشروع ما نجحنا في قنيطره. بدا بالمركز الثقافي، سوق الجمله، السوق ديال بن عباد، كاينه مشاكل اخرى ماشي ساعتها غادي نقولوا هذه، المهم غير حنا دمجناها. فنجدد الدعوه لصاحب الجلاله الله ينصرك الله يخليك لينا سيدنا، راه الا ما تدخلتيش راه هاد الناس هادو راه غادي يصبحوا في الشارع، راه كاين واحد الحالات هنا ما شاء الله، من غيرك يا صاحب الجلاله ما كاينش اللي غيفك لنا الموضوع. الله يرحم الوالدين والله يحفظك والله يخلي لك وليداتك. السلام عليكم.